هاي جايز، ازيكم؟ النهارده هعمل فول جلام ميك اب لوك بالعربي، و هعتذر عشان العربي متلخبط عندي وما بعرفش اتكلم عربي كويس قوي، بس هحاول. ف يلا نبدا. اول حاجه هعملها هستعمل الهدى بيوتي روز جولد اي شادو باليت. فور ماي كريس هستعمل ساندلوود اللون ده. اوكي، دلوقتي رفعت شعري ماسي بان وبكمل في الاي شادو. اوكي، دلوقتي خلصت البيس، دلوقتي هستعمل الشيد حنا. اوكي، يعني بحب اطلعها شوية من هنا، من طرف عيني لغاية حواجبي، بعملها كده بعدين كده عشان بحب اعمل الاي لوك افكت كده. لو عجباكم الفيديوز العربي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ابقى عارفة وانزل فيديوهات عربي اكتر من الفيديوهات الانجليزي. اوكي، فدلوقتي خلصت البيس، دلوقتي هستعمل الشيد كوكو هنا. يعني الشيد كوكو بني يعني تقيل شوية، فبس كده يعني خفيف. احنا مش عايزين اللوك يبقى تقيل قوي ومش عايزين اللوك يبقى خفيف، يعني بس كده تعرفين. فيا وطبعا بقالي بس 3 سنين بتعلم عربي، راح احط الجليتر دلوقتي على عيني. هستعمل تراست فايند شيد هنا، ولما بتستعملوا الجليترز بتاعت هدى بيوتي مش بالبرش، بايديكم تعملوها كده. راح احطها هنا، وانا مش عارفه الكلمه بس المهم هنا. شايفين الفرق؟ جليتر بجد يعني احلى حاجة في العين. انا بحس جليتر بيلبقني قوي. وطبعا اللوك بياخد 20 دقيقة او يعني 25. الايلاينر بتاعتي باظ امبارح، فهستعمل الكاميكو ليكويد ديب ايلاينر. انا كمان اتعلمت شويه تريكس وتيبس وحاجات زي كده عن الايلاينر، فقولوا لي لو انتوا عايزين الفيديو ينزل. دلوقتي هبدا في وشي وهستعمل المويسترايزر اللي ماي ديرماتولوجيست قال لي استعمليه على وشك. ده المويسترايزر. لما تستعملوا مويسترايزر لازم يعني لازم تكتروا شوية عشان وشكم يبقى البيس تحفة والفاونديشن يبقى سمود. وبجد كل حاجة يعني المويسترايزر بيعمل فرق قوي 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 بالفاونديشن وبال يعني الاوتكم. اللون الأخير دلوقتي هستعمل الفانتي بيوتي فاونديشن في الشيد 290، يعني 290. و هرش هحط الفاونديشن يعني بالبيوتي بلندر، وهرش عليها الماريو بيداسكو فيشل سبراي. اهم حاجه في البيوتي بلندرز لازم تحطوا عليها يعني ميه، او لازم تحطوا او يعني مثلا تحطوا حاجه زي كده. انا بحط 3 بامبس. دلوقتي باخد الفاونديشن على البيوتي بلندر وبحطها على وشي، وزي ما قلت لكم المويسترايزر بيعمل
بيعمل فرق قوي بجد بالفاونديشن بالكونتور بالكونسيلر كل حاجه يعني بعد المويسترايزر شكلها واو. و يعني اهم حاجه تستعملوا المويسترايزر كويس. وانا ما بحبش البراش على وشي, بحب البيوتي بلندرز عشان بحس البراش بيسيب خطوط على وشي والبيوتي بلندر ما بيسيبش خطوط. كمان البلندنج بتاعت البيوتي بلندرز طبعا هم حلوين حلوين قوي. وبحط الفاونديشن بسرعة وبحط الفاونديشن يعني بحطه كويس. دلوقتي هستعمل ال Wet n Wild Concealer والشيد Medium. وانا ازاي بحط الكونسيلر؟ بحطه كده, استنوا بصوا, بحطها كده بحطه تريانجل تحت عيني. انا مش من الناس اللي بيحطوا الكونسيلر كده خط خلاص, لا لازم استعمل التريانجل عشان النور لما بيبقى على وشي بيضرب هنا وهنا, فعشان كده انا بحط الكونسيلر in a triangle. وجايز طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا لايك. بعملوا بلندنج دلوقتي. خلصت الكونسيلر تحت عيني, هستعمل الهدى بيوتي اي شادو شيد كوكو. راح احطه تحت عيني بس كده خفيف عشان هيدي اللون السموكي, مش السموكي اي بس يعني شكلها هيبقى حلو. جايز شايفين وشي عامل ازاي دلوقتي لما حطيت البيس, والبيس بيبقى كويس وشكم بيبقى كويس. انا بحب الحاجات بتاعت هدى بيوتي عشان الشيز بيبقى pigmented قوي وبجد فيها كل الدرجات وانا بحب كده. الكونتور هستعمل الاسنس كونتور دوو باليت وانا هستعمل ده. انتوا شايفين بستعملها كتير. الكونتور تعلمت الكونتور يعني من جديد. لون حلو قوي على جلدي فعشان كده بستعملها. ودلوقتي خلصت الكونتور, وشنا شارب وحلوة قوي. ودلوقتي هستعمل البلاش كابانا بوي. فالبلاش مكسور خدت شوية والبلاش هيبقى تقريبا فوق الكونتور عشان يخلي وشنا مرفوع شوية يعني. واو شايفين الفرق؟ هنا نازل وهنا طالع بس من البلاش. شايفين جايز وشي كان نازل ودلوقتي وشي مرفوع وكل حاجة, بس يعني بس من طريقة البلاش بيعمل فرق في وش الناس. ودلوقتي خلصت البلاش, عملت البلاش خفيف عشان ما بحبش اكتر البلاش قوي بالنسبة لوشي يعني. هستعمل البراو جل عشان امشط حواجبي ويبقوا ثابتين ما بيتحركوش. هستعمل الاسنس لاش اند براو جل وانا بستعمله لحواجبي, وفي ناس يستعملوها كلير ماسكارا لو حاجة زي المدرسة او حاجة زي كده بيستعملوها كلير. قررت استعمل هايلايتر. هستعمل الهدى بيوتي 3D باليت هايلايتر وهستعمل الشيد زانزبار. باخدها كده, حابة اكتر في الهايلايتر. واو جايز شايفين وشي اتس جلوينج على الكاميرا, عشان كده انا بحب استعمل الهايلايتر بيبقى جلوينج طول الوقت.
شايفين جايز؟ وراح احط شوية هايلايتر على مناخيري هنا وكده خط. خلصنا الهايلايتر، دلوقتي هستعمل الماسكارا الـ I Heart Extreme. لما بحط الماسكارا بحب اطلعها كده لبرا عشان يخلي عيني، مش عارفة ازاي والله، بس يخلي عيني كده مشدود. يعني بحب احط نقطة صغيرة قوي 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 تحت رموشي بس عشان يدي الافكت عيني مكبرة. دلوقتي هحط ال Instant Matte Setting Spray من Essence على وشي، بس بغطي عيني بعدين بعمل كده بس عشان دخل بقي، بس عشان وشي يبقى مات ويبقى كويس قوي. بس اخر حاجة هستعمل ال Fenty Beauty Lip Gloss. بعشق this lip gloss، والليب كلاس ده بجد مع اي ميك اب لوك شكلها بيبقى واو. وتادا، ده الميك اب لوك جايز. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان الفيديوهات زي كده ما يروحش عليكم. بحبكم قوي.